السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مروة أحمد. لو أول مرة تشوفوا الفيديوهات بتاعتي متنسوش تدوسوا سبسكرايب وتعملوا لايك وتتابعوني دايما على كل مواقع التواصل الاجتماعي. يلا بينا نشوف الفيديو الجديد. فيديو النهاردة عبارة عن ماسكات طبيعية تقدري تعمليها في البيت. أول ماسك معانا هو ماسك علشان البشرة الدهنية، عبارة عن ترمس مطحون تقدري تجيبيه من أي عطار، وهتحطي معاه لبن. اللبن فايدته ان هو هيعزز البشرة ويخليها نضرة وتبقى طرية جدا ورطبة كده ومترطبة وحلوة قوي. لو انتي ما بتحبيش اللبن ممكن تستخدمي زبادي، الاتنين هيقوموا بنفس الفايدة. تاني ماسك علشان البشرة الجافة، عبارة عن بودرة الترمس وعسل نحل. عسل النحل مهمته مع البشرة الجافة ان هو يعززها ويرطبها اكتر، وبيكون قوي جدا على البشرة الجافة وبيخليها تبقى نضرة وطبيعية، واي ماسك فيه عسل للبشرة الجافة مفيد جدا. اما بالنسبة للبشرة الحساسة وهي اللي بتتعب في الوقت ده في الصيف، فالماسك ده خفيف جدا وهيبقى هايل قوي بالنسبة لها، بودرة الترمس وهتحط عليها مية ورد وتخلطهم وتسيبهم على وشها. اما بالنسبه للناس اللي بشرتهم مختلطه ومش محدده زي الانواع اللي انا قلتها من شويه، تقدر تعمل الماسك ده عباره عن بودره الترمس وميه الورد ولبن وعسل. مهمتهم كلهم انهم يعملوا مجموعه متكامله من الكريم علشان تحطيها على بشرتك وتفيدك. لو انت حتى بشرتك دهنيه او جافه او حتى حساسه، تقدري تعملي الخلطه الكامله دي مع بعضها وتحطيها على بشرتك. كل الماسكات بتسيبيها من 15 ل 20 دقيقة على بشرتك، وبعدين تبدأي تفركيها وتغسلي وشك بمية فترة بس. لو عايزة يعني تحافظي على النظافة، تقدري تستخدمي غسول خفيف ما يبقاش قوي على بشرتك. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة، وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام وعلى سناب شات وكمان على الفيسبوك، وما تنسوش كمان تعملوا لايك وسبسكرايب وتبلغوا صحابكم وتبعتوا لهم شير على الكومنتس تحت، وتقولي رأيكم في الفيديوهات. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.